في إطار تعزيز العلاقات بين الجزائر وروسيا، أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية خطا جديدا مباشرا يربط الجزائر العاصمة بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، وذلك بمعدل 3 رحلات أسبوعيا أيام السبت الاثنين والأربعاء. ويضاف هذا الخط الجوي المستحدث إلى برنامج الرحلات الجوية التي تنظمها الشركة إلى العاصمة الروسية موسكو، ويعد جزءا من برنامج توسيع الشبكة وتعزيز التواجد الدولي خاصة في آسيا وشرق أوروبا، وهو ما سيسمح بتعزيز التعاون في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية، منها كالاستثمار والسياحة، وتلبية لطلبات المتعاملين الراغبين في السفر من وإلى الجزائر أو العبور عبر مطار الجزائر المحوري إلى مختلف الوجهات. هذا وشرعت الخطوط الجوية الجزائرية في بيع تذاكر الرحلات الخاصة بهذا الخط الجديد عبر مكاتب السفر وشبكة الإنترنت.